تبعته سياسة مهمة جدا أنا شايفها من أهم السياسات الموجودة في قطاع الناشئين، هي فكرة الإعارات. ما شاء الله يعني بنشوف لعيبة قطاع الناشئين بتروح تكتسب خبرات، يعني بتؤدي أداء قوي في الأندية اللي هي معارة ليها، خاصة إن فرصها ممكن تكون قليلة في النادي الأهلي. شايف فكرة الإعارات إزاي؟ وهل الإعارات دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي وإدارة التسويق والتعاقدات أو إدارة التسويق، هل فكرة مادية ولا فكرة فنية أكتر؟ فكرة مادية وفنية الاثنين. إن إحنا بنطلق إعارات بفلوس وبنوفر مرتب اللعيب نفسه كويس، فبيكون لنا مكسب مالي في القصة دي، وفي نفس الوقت فنيا، وده الأهم بالنسبة لنا. النهاردة اللعيب الصغير ده مثلا مواليد سي مثلا 2001 تمام، قبل كده كان قطاع الناشئين في الاهلي او في مصر عامه دايما المدربين بيبصوا له ان هو قطاع بطوله. ماشي، هو طبعا قطاع بطوله عشان الاهلي، انا مش معترض على الكلام ده، لكن لازم يكون عندنا هدفين اساسيين او ثلاث اهداف. تمام، اول هدف ناخد بطوله اوكي طبعا بتاعت السنه نفسه. تاني هدف الفريق الاول اللي هو اهم بطوله الناشئين. ثالث هدف ان انا ازاي اسوق اللعيبه دي في اوروبا. تمام، ف زمان كان اول هدف كان هو بيطغوا على تاني وثالث هدف. كان لا انا عايز اخد بطوله 2001، فاللي هو انا اسف يا فرحتي يعني انا هاخد بطوله النهارده واللعيب في الاخر هيتحرق ويكون مش قادر يستحمل. النهارده كان في زمان اللعيب بيلعب مع سنه والاكبر منه والفرقه اللي بعديه في خمس ده غلط جدا، ما ينفعش. اللعيب لازم احافظ عليه النهارده، واللعيب بحضره ازاي يبقى لعيب درجه اولى خلال سنه او سنتين من الفتره اللي احنا بنتكلم فيها. فالنهارده ازاي تعمل الميزان ده، قصه مش سهله، وقصه ازاي عشان تغيرها من اللي هو العقليه بتاعت العقليه المصريه ان احنا لا نازل نكسب بطوله دي الاساس، ان انت تقول لنا يا جماعه لا احنا عندنا بطوله جزء والفريق الاول هو الاهم، مستقبل النادي هو الاهم، فدي تاخد وقت شويه. طيب